طيب نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا يسأل حفظكم الله فضيلة الشيخ صالح، يقول ما الفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني؟ الطلاق البدعي هو المخالف للسني، يعني يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، أو طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، فهذا طلاق بدعي لأنه مخالف للسنة. والطلاق السني أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، وإن شاء أن يراجعها أثناء العدة فله ذلك. نعم.